صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والنور والإشراق على إماراتنا، على أغلى وطن، وعلى أعزائنا المستمعين وين ما كنتوا. أهلا بكم وأهلا ومرحبا فيكم في هذه الحلقة الجديدة من أحلى برنامج، برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدمه هيئة صحة دبي مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. حابة في هالصباح الجميل اليوم أرحب بكل اللي يستمع معانا، وأيضا أرحب بالطاقم اللي موجود المتكامل معانا في الاستوديو، وأيضا من ناحية الإعداد في هيئة الصحة في دبي، من التنسيق الأخت ميرا غفلي، ومن الإخراج المخرج المبدع وائل القواسمة، ومعاكم محدثتكم دكتورة سارة الدلال. حاب أذكركم أيضا بأرقام التواصل على 6005514414، وعلى الرسائل النصية 4006. ما في شيء يخلينا أكثر مستانسين إلا بتفاعلكم وتواصلكم معنا. اليوم حلقتنا حلقة مميزة جدا، بتكون فيها أخبار وبتكون فيها أيضا مداخلات مميزة. من الأخبار والمداخلات المميزة أيضا بنتكلم عن الابتكار، بس بعد ما ناخذ أول خبر لليوم وخبرنا الصحي العالمي بيتكلم عن المسكنات الألم وشو علاقتها أصلا بطنين الأذن. أتوقع في كل بيت موجود مثلا عندنا، مثلا خلنا نقول سدة أو حتى مكان معين يكون في حاطين الأدوية، ومنها من الأدوية الشائعة اللي موجودة في كل بيت، أو حتى أصلا في ناس حتى تأخذهم معاها، سواء كانت في الشنطة أو سواء كانت حتى في التخزين اللي يكون اللي ما يكون ننصح فيه في السيارة مثلا، مسكنات الآلام. خلنا نشوف هالدراسة الحديثة شو لها، كيف تمت تتمكن أو تسلط الضوء على مسكنات الآلام. كشفت دراسة حديثة أن الاستخدام المتكرر لمسكنات الآلام التي لا تستلزم وصفة طبية، بما في ذلك الأسبرين، قد يصيب أو قد يزيد من الإصابة بطنين الأذن. وبحسب الباحثين في كلية الطب بجامعة هارفارد، فإن الأشخاص الذين يستخدمون الأدوية التي لا تتطلب وصفة طبية مثل العقاقير غير الاسترودية المضادة للالتهابات والمستخدمة لعلاجات حالات الآلام، غالبا ما يكون أكثر عرضة 20% للأصابة بطنين الأذن من الأشخاص الذين لا يستخدمون الأدوية أو يستخدمونها بشكل غير منتظم. وقال الباحثون أن الاستخدام المتكرر لجرعة منخفضة من الأسبرين لا يزيد من الخطر لإصابة في اضطرابات في الأذن. وقالت الدكتورة شارون كورهان مؤلفة الدراسة والأستاذة في كلية الطب بجامعة هارفارد، تشير نتائجنا إلى أن مستخدمين مسكنات قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بطنين الأذن، لذلك ننصح باستشارة أخصائي رعاية الصحة لمناقشة المخاطر المحتملة واستكشاف ما كانت أو ما إذا كانت هنالك بدائل لاستخدام هذه الأدوية. فمن هذه الدراسة ونحن اللي نشوفها أو نفس ما حدثتنا هذه الدراسة، إن مسكنات الآلام يجب استشارة الطبيب في استخدام ما يكون من نوع معين لمسكنات الآلام وفي حالات معينة، فدائما استشيروا الأطباء في هذه الحالات.
والحين بننتقل إلى فقرة أتوقع الجميع ينتظرها، هي الفقرة اللي بتتكلم عن مسجزات وسائل التواصل الاجتماعي. وبهذه المناسبة وطبعا نحن ناخذ الأستاذة أسماء الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي بالإنابة عشان تحدثنا أكثر عن وسائل التواصل الاجتماعي واللي صاير في الإمارات. الأخت أسماء صباح الخير. صبحكم الله بالنور سرور دكتور، عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. صباح النور، خبرينا الأخت أسماء شخبارك اليوم؟ الحمد لله الأمور طيبة، واليوم راح نخصص الإجابة على بعض الأسئلة اللي وصلتنا في قنوات التواصل الاجتماعي. من ضمن الأسئلة اللي كانت توصلنا بشكل مستمر هذه الفترة، كيف نحن نقدر نحجز موعد للأطفال من فئة 5 إلى 11 سنة للحصول على لقاح كوفيد-19 في مراكز هيئة الصحة بدبي؟ الطريقة هناك طريقتين، إما من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي أو من خلال خدمة الواتساب اللي هي 8342. كل اللي يحتاجونه أنهم يحفظون الرقم 8342 في قائمة الاتصال، ومن عقبها يكتبون كلمة هاي على الواتساب وراح تطلع لهم كل الخدمات، ما بس خدمة التطعيم، كل الخدمات اللي توفرها هيئة الصحة بدبي من خلال خدمة الواتساب. هذا بالنسبة للتطعيم. أيضا هناك مجموعة من الأسئلة اللي كانت توصلنا بخصوص هاكاثون مستقبل الصحة. نتكلم عن الهاكاثون، يحتوي هو تحت أو ينقسم إلى 3 فئات، يتكلم عن الصحة النفسية، الصحة الرقمية، والصحة الوقائية. تقريبا قيمة الجائزة لكل فئة 5000 درهم، ويمكن المشاركة في الهاكاثون من خلال رابط موجود في قنواتنا اللي هو dhainnovate.bnsinsight.com، وهذا موجودة في يعني الرابط موجود في جميع قنوات التواصل الاجتماعي لهيئة الصحة. وآخر موعد لتقديم المشاركات هو 25 فبراير، من عقب 25 فبراير سيتم غلق باب التسجيل وتقديم الطلبات في الموقع. وأيضا إذا الشخص عنده مجموعة من الاستفسارات ممكن أن يرسل إيميل على innovation@dha.gov.ae. أيضا من ضمن الأشياء اللي كتبني وحطيناها في قناة التواصل الاجتماعي، حطينا المحاور وشرح المحاور الخاصة بالهاكاثون. نتكلم عن الصحة النفسية، هي لتطوير تقنيات مبتكرة من شأنها تطوير خدمات الصحة النفسية من الوقاية إلى التشخيص والعلاج. بالنسبة للصحة الرقمية، توظيف التقنيات الصحية كالذكاء الاصطناعي وبرامج الرقمية لتحسين جودة حياة الأفراد، بالإضافة إلى تطوير المنظومة الصحية من خلال توفير حلول متماشية مع احتياجات المجتمع. والصحة الوقائية هي لأفكار وابتكارات التغلب بشكل استباقي على التحديات الصحية المستقبلية في مجال الصحة الوقائية، وذلك من خلال رصد وتحديد الأمراض السارية. تقريبا هاي المحاور الثلاثة اللي ممكن الأشخاص يقدمون فيها الأفكار اللي يفكرون فيها، أو هي حتى لو كانت الأفكار بتفاصيلها يقدرون يقدمونها في خلال من موقع، واللغات اللي يسمح بها اللغة العربية واللغة الإنجليزية. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن نحب نقولها إن نحن مع جامعة حمدان عندنا مثل ورشة افتراضية راح تكون بتاريخ 23 فبراير على موقع أو على التطبيق تيمز، بيكون على الافتراضي ورشة افتراضية ممكن هم يحضرونها من خلال أيضا الرابط الموجود في قنوات التواصل الاجتماعي في كل من حساب هيئة الصحة وحساب جامعة حمدان. ونختمها بالرسالة الصباحية لليوم واللي تقول: قد لا يكون اليوم كما خططت له أو ترغب أن يكون، خذ نفسا عميقا وخفف على نفسك، ونتمناكم الصحة والسعادة. نشكرك جزيل الشكر أستاذة أسماء الجناحي، وشكرا على تخطيطك للهاكاثون والمحاور المهمة. نحن نتمنى من الجميع أستاذة أسماء أن يشاركونا في هالهاكاثون قبل تاريخ 25/2 مع كل اقتراحاتهم.
شكرا جزيلا للأخت أسماء مع تغطيتها للوسائل أو المسجدات في وسائل التواصل الاجتماعي. ناخذ فاصل قصير وبعد ما نرجع لكم من هذا الفاصل فقرة تغذوية أظني بتهم الجميع. صحة وسعادة. برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه هيئة صحة دبي بالتعاون مع أحلى إذاعة، إذاعة نور دبي، رجع لكم مرة ثانية. قبل الفاصل تحدثنا عن خبرين، خلينا نقول أو خبر يتكلم عن مسكنات الآلام وكيف كيف الخبراء من جامعة هارفارد الطبية شافوا العلاقة بين مسكنات الآلام واستخدامها اللي ما يمكن يكون متكرر أو من غير داعي قد يزيد في خطر الإصابة بطنين الأذن. وأيضا غطينا لكم فقرة مشوقة وفقرة السوشيال ميديا حيث أن تحدثنا عن الإمارات تبتكر وأسبوع الابتكارات اللي موجودة في الإمارات، وهذا الأسبوع بيتطرق منه أو هيئة الصحة تناشد الجميع ولكل المبدعين أن يقدمون أفكارهم عن طريق innovation@dha.gov.ae أو عن طريق السبمشن، وممكن يشوفون هالطريقة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلاله أي ممكن أنكم تغطون المحاور الثلاثة لهذا الهاكاثون. الحين بننتقل إلى فقرة وايد شيقة، وطبعا صار الحديث في الفترة أو الآونة الأخيرة، خلنا نقول في خلال السنين أو السنتين أو ثلاثة اللي مضوا علينا، عن الجهاز المناعي أو كيف ممكن نقوي هالجهاز المناعي، وهل في سبل وطرق لحمايتنا من أمراض معينة. فالجسم يمكن يكون له تعرض لأمراض معينة أو خلنا نقول عدوات معينة أو إلى آخره التهابات، وجهاز المناعة يعتبر من أهم الأجهزة في جسم الإنسان. فاليوم بنشوف شو علاقة الغذاء وشو ممكن نحنا ناكل وشو ممكن نحنا نبتعد عنه عشان نقوي هذا الجهاز، وكيف أهمية هذا الجهاز له علاقة بالأغذية. استاذتنا سهير محمود اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة في دبي بتحدثنا أكثر. صباح الخير استاذة سهير. صباح النور والسرور، وإن شاء الله الكل يكون بخير وتكون صحته كويسة ومناعته كويسة كمان إن شاء الله بإذن الله. خلنا نتحدث عن المناعة وعن المناعة الطبية هذه والمناعة الصحية. نعم كيف؟ طبعاً يعني جهاز المناعة نحن لازم نهتم فيه مثل ما نهتم بصحتنا، لأنه هو جزء أساسي من صحتنا. فأنا رح أتطرق للمواضيع اللي لها علاقة بالتغذية بشكل عام، ولكن أنا يعني ممكن أنه أول شيء أركز عليه أنه نحن بهاي البانديميك اللي إحنا هلأ عايشينه، أنه أهم شيء انه نتبع البروتوكول تبع التطعيمات، انه نحن يعني اي حدا بحاجه انه يطعم يروح يطعم، اي حدا بحاجه انه ياخذ البوستر دوز يروح ياخذ البوستر دوز، يعني الجرعه المداعمه، لانه كثير اساسي انه نحن نكتسب مناعه ضد هالفيروس لحتى نقدر نرجع لحياتنا الطبيعيه. غير هيك احدى اهم الاشياء اللي هي ما لها علاقه بالتغذيه اللي هي انه نحن ناخذ نوم كافي من النوم. هلا ساعات النوم اللي الجسم بيحتاجها تتراوح ما بين 7 إلى 9 ساعات، بيعتمد على الشخص والمجهود الجسدي والذهني اللي هو بيعمله، لانه المجهود الذهني كمان بتعب كثير مش بس المجهود الجسدي. ف كثير مهم انه نحن ناخذ قسط كافي من الراحه، ننام تكون الكواليتي اوف سليب تاعنا يعني نوعيه النوم تكون كويسه، ننام بكير ونصحى بكير، لانه دائما البرودكتيفيتي يعني الانتاجيه بيكون احسن لما نحن نصحى الصبح بكير، مثلا نصلي الفجر نعمل طقوسنا الصباحيه وبعدين نروح على الشغل، حتى بكون المود تاعنا احسن يعني بكون مزاجنا احسن. بينما لما الواحد يفيق
يعني مستعجل كتير وكله يعني go go on the go، هذا الشيء بيؤدي إلى أنه يرفع مستويات التوتر اللي هاي ممكن تأثر على جهاز المناعة على المدى البعيد، especially إذا هذا هو الباترن اللي إحنا كل يوم نكتبه لما نصحى الصبح على الشغل. غير هيك يعني المفروض أنه أيضا ناخد الحبوب الكاملة بكثرة، أنه الحبوب الكاملة فيها فيتامينات ومعادن نفقدها نحن لما نعيد تكرير هاي الحبوب، مثلا مثل القمح الأبيض، يعني الطحين الأبيض versus الطحين الأسمر. الطحين الأسمر فيه فوائد أعلى، فيه فيتامينات ومعادن أكثر عن الطحين الأبيض، غير أنه فيه كمية ألياف عالية. وبالنسبة للألياف هي كتير مهمة علشان حركة الأمعاء، لأنه في كتير ناس بتعاني خصوصا يعني لايف ستايل ويعني طبيعة الحياة اللي إحنا عايشينها، كلياتنا بنعاني من انه عندها مشاكل بالهضم. يعني مثلا ممكن تلاقي كثير ناس عندهم امساك، الله يكرمكم، في ناس كثير عندها اسهال مثلا، وهذا الشيء مرتبط ارتباط مباشر بالتوتر، لانه في الريتابل باول سيندروم اللي هو الكولون العصبي مرتبط ارتباط مباشر بالتوتر. فاحنا لما ننام منيح، لما ناخذ مثلا وجبه عاليه بالالياف على الفطور، هذا الشيء بيساعد على انه ينظم حركه الامعاء، ولما تتنظم حركه الامعاء الجسم كلياته المنطقه العلويه من الجسم يعني بترخي بتسترخي، ما بتعود شاده، لانه سبحان الله يعني بيكون زي يعني المسك يعني الجسم ماسك بسموم. فاحنا لما نطرد هاي السموم من الجسم بتعطينا احساس بالراحه والويلبيينج يعني. فكتير مهم انه تكون حركه الامعاء كويسه، وايضا ناخذ حميه عاليه بالالياف اللي هي مش بس موجوده بالحبوب الكامله، ولكن ايضا موجوده ايضا بالخضروات والفواكه. فنحن لازم نركز على الخضروات والفواكه، يعني مثلا انه نحن لازم ناخذ صحنين سلطه باليوم، هذا اللي هو يعتبر يعني الجنرال ريكومنديشنز، يعني التوصيات العامه لكل الاشخاص، ويكون صحن السلطه كبير، يعني ما يكون صحن سلطه صغير. يعني ثلاث ارباع اكلنا مثلا وقت الغداء يكون عباره عن سلطه، ربعه مثلا نشويات رز او خبز او معكرونه، والربع الثاني بروتين. ودائما نركز على البروتين اللي هو من مصادر حيوانيه، لانه بيكون فيه الاحماض الامينيه اللي جسمنا بيحتاجها وما بصنعها، موجوده بال قطع اللحمه او الدجاج او السمك. غير هيك انه نحن نركز على الفواكه الموسميه، اول شيء بكون سعرها اقل بموسمها، ثاني شيء بتكون فائدتها اعلى بموسمها، ودائما نحاول انه نلون بالفواكه، يعني مش والله انه نحن بس ناكل تفاح خلال اليوم، لا، بدنا نلون، ناخذ مثلا موز، تفاح، برتقال، كلمنتين، هالاشياء كلياتها ننوع بالفواكه. وهلا نحن بالشتويه اصلا يعتبر موسم الحمضيات، فسبحان الله، الله سبحانه وتعالى حط لنا الحمضيات موسم الشتاء، لانه الشتاء هو اكثر شيء نحن بنمرض فيه وبصير في عنا يعني رشح وقريب وهالأشياء. فسبحان الله زي اللي الله عم بحط لنا الأكلات اللي هي بتقوي المناعة، وحتى لو إجانا قريب يعني مثلا زكام، الدراسات أثبتت أنه الفيتامين سي بيساعد على أنه الأعراض تكون أخف، وأيضا فترة المرض تكون أقصر. فعشان هيك كتير ضروري أنه نحن نشمل الفيتامين سي يعني حياتنا اليومية، إما مثلا ناخد حبتين أو ثلاث حبات كلمنتين، إما ناخد مثلا حبة برتقال كبيرة، نكون هيك عم ناخد ألياف، فيتامينات، معادن وفيتامين سي أيضا بكميات عالية. وغير هيك أنه بدنا ناخد الدهون الجيدة للجسم. شو يعني الدهون الجيدة؟ يعني إحنا في عنا دهون كويسة ودهون مش كويسة. الدهون الكويسة هي الموجودة بالزيوت النباتية، بالمكسرات الغير محمصة الغير مملحة، وايضا موجوده مثلا بالافوكادو، بزيت الزيتون. فهي الاشياء بتساعد ايضا على انه ترفع مستويات الكوليسترول الجيد في الجسم، وتقلل مستويات الكوليسترول اللي مش كويس في الجسم. وهذا الشيء بيؤدي الى انه عندنا الاوكسيديتيف ستريس، اللي هو يعني الستريس على الجسم، مستويات الستريس على الجسم وعلى العمليات البيوكيميائيه الموجوده بجسمنا يقل. فلما يقل هذا الستريس على جسمنا، بيساعد هذا الشيء على انه يحسن جهاز المناعه، يعني الاوفر اول ويل بينج، يعني الصحه العامه للانسان تتحسن. وايضا ناخذ الاكل اللي هو مخمر. شو يعني الاكل المخمر؟ يعني مثلا ناخذ مثلا شويه مخللات، المخللات كويسه فيها بكتيريا نافعه، لانه اصلا عمليه التخمير بتعتمد على البكتيريا ويعني النافعه على الجسم. وايضا ناخذ وفيها كمان بتكون الياف الخضروات لما نحن نخللها، فناكل كميه بسيطه خلال اليوم ما حتاثر، الا اذا الشخص مثلا عنده ضغط ساعتها لازم يبتعد عن الاشياء المملحه. ولكن بشكل عام الشخص اللي ما عنده اي مشاكل صحيه، المخللات كويسه، والاحسن لسه من المخللات هي الروب. الروب كثير كويس لانه فيه بكتيريا نافعه، وفيه بروتين ايضا، وفيه نسبه دهون،
فأيضا بيساعد على تحسين صحة الجهاز المناعي، وغير هيك نخفف من السكريات المضافة مثلا الكيك الشوكولا الحلويات بشكل عام. ما رح أقول إنه نحرم حالنا منها، لأنه يعني صعب نحرم حالنا منها، بس ما نعتمد عليها. أيوة بالضبط، وناخذ كمية بسيطة. مثلا إذا أنا جاي عبالي شي حلو، مش لازم إنه أروح أكل مثلا شوكولا، ممكن أخذ حبتين أو ثلاث حبات تمر. نعم. وثلاث حبات تمر بيعادل حصة فاكهة، ولما الواحد يأكل التمر فعلا رح يعطي يعني إرضاء ل يعني الكريفينج لإشي سويت، عارفة يعني إنه إحنا بكون جاي عبالنا شي حلو، فلما ناخذ حبة تمر سبحان الله الحلاوة تعيد التمر يعني بترضينا، بنحس حالنا أكلنا إشي حلو. وحتى لو حبة موزة مثلا أو التوتيات، يعني أنا أشوفها true. غير هيك أنه نعمل رياضة طبعا، بس الرياضة لازم تكون نعمل رياضة باعتدال، لأنه الرياضة لما نحن نكون قريدي مثلا نشتغل let's say ندرس، أو مثلا let's say كمان أنه عندنا مثلا بيت وزوج وأولاد، أو مثلا عندنا مسؤوليات، صعب أنه إحنا نحط كتير ستريس على نفسنا ونعمل رياضة مثلا ساعتين أو ثلاث ساعات باليوم. الرياضة عشان نحافظ على وزننا لازم نعمل نص ساعة باليوم لمدة 5 أيام بالأسبوع، أو مثلا نعمل ساعة لمدة 5 أيام بالأسبوع لحتى نساعد أنه ننقص وزننا، ولكن نص ساعة عشان نحافظ على وزننا. فلازم نسوي رياضة. فطبعا هاي الرياضة أكيد مهمة، وكل هذه النصائح الجميلة اللي أنت تعطينا طبعا الحديث في هذا الموضوع يعني ما أعرف شو أقول لك. بما أن نحن بنوصل لنهاية فقرتنا، معنا الفقرة هاي مشيقة، وأصلا وصلتنا كذا رسالة نصية، ناخذ واحدة منهم وأظني اتطرقتي لها، هل سلامة المعدة جزء مهم من جودة المناعة عندنا؟ يعني اتطرقتي للحديث عن ناكل مثلا الحبوب الكاملة في الصبح أو الدهون الجيدة في الصبح، فلازم تكون عندنا مثلا سلامة معدة معينة عشان مثلا خلينا نقول يهضم الأكل، هل هذا صحيح ولا لا؟ أهم شيء عندنا سلامة المعدة. سلامة المعدة كتير مهمة، يعني إحنا لما يكون في عندنا مثلا تسمم غذائي ويكون الشخص عنده إسهال عدة مرات، إيش الإنسان بتعب من الجفاف اللي بيصير عنده من فقد يعني المكونات الغذائية اللي بفقدها وقت اللي يكون في عنده إسهال، الله يكرمكم. وغير هيك إنه جهاز المناعة جزء كبير منه موجود بالجهاز الهضمي. نعم. فنحن لما نحافظ على صحة جيدة للجهاز الهضمي، ننتبه على اللي بناكله، هذا الشيء بيساعد على انه يعني اتولفلت، يعني حيعكس هذا الشيء على جهاز المناعه. جهاز هضمي صحي يعني مناعه كويسه، يعني الانسان بيكون صحته كويسه. جهاز هضمي مش كويس يعني مناعه بتنزل، يعني بيكون الانسان معرض انه يلقط بكتيريا وفيروسات ويمرض بكثره، يعني بيكون مثلا ما بلحق يطيب الا بيرجع بمرض. استاذتنا سهير، الحديث نفس ما قلت لك راح شيق في موضوع جهاز المناعة. نشكرك جزيل الشكر استاذة سهير محمود، اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة في دبي. بناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم مرة أخرى. صحة وسعادة. رجعنا لكم مرة ثانية، برنامجكم برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع أحلى إذاعة نور دبي. تواصلكم معنا مهم جدا جدا، نذكركم بأرقام التواصل على 600-551-414، وأيضا على الرسائل النصية 4006. وحابين يعني هو الحديث اللي كان قبل الفاصل كان شيق جدا، وحتى وصلتنا كذا رسالة نصية، وإن شاء الله بنتواصل معاكم وبنرجع لكم بالتواصل. فكانت عن تقوية الجهاز المناعة من حيث الغذاء، وان في غير الغذاء صحة البدن بشكل عام وصحة المعدة وانتقائنا للأطعمة اللي تكون مهمة للجسم وفائدة الجسم تقوي من مناعتنا. بننتقل الحين إلى فقرة شيقة وإلى مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث اللي تابع لهيئة الصحة في دبي. هي من المراكز المتخصصة الفريدة من نوعها اللي تقوم بجمع وتخزين الخلايا الجذعية والاستفادة منها في علاجات كثيرة منها أمراض الدم المختلفة.
عشان نتحدث في الموضوع أكثر. يسعدني أن أستضيف دكتور حاتم العباس، مدير مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث بالإنابة، عشان نتحدث أكثر عن الخلايا الجذعية. صباح الخير دكتور حاتم. حياكم الله. صباح الخير دكتور حاتم، كيف الأخبار؟ إن شاء الله أموركم تمام في هذا الصباح الجميل. والله صباح جميل والجو جميل وأمورنا تمام بحمد الله تعالى. الحمد لله، تقدم الحمد لله يعني. الحمد لله. أستاذ دكتور حاتم، ممكن بس قبل ما ندخل في الخدمات اللي يقدم المركز المتميز، ممكن المستمعين حابين يستفسرون أو يقولون شو هي الخلايا الجذعية؟ من وين تأتي هذه الخلايا الجذعية؟ وهل نحن كلنا عندنا خلايا جذعية أو لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الخلايا الجذعية أو ما تسمى بالخلايا الأم اللي هي أو خلايا المنشأ، كل إنسان طبعا هو عبارة عن مجموعة من الخلايا. فالخلايا الجذعية هي والخلايا الأم هي الخلية المبدئية اللي بينشأ منها كل أعضاء جسم الإنسان. أوكي، فهي تعتبر خلايا غير متخصصة، بمعنى إنها خلايا بسموها نايب أو خلايا أم. بعدك بيحصل لها تخصص، منها تتكون الأعصاب، منها تتكون الخلايا الدموية، منها تتكون العظام، القلب، باقي الأعضاء. فكلها هي المنشأ، بتسمى خلايا المنشأ. فهي من أعظم الخلايا سبحان الله، ويعني تتمثل فيها قدرة الله سبحانه وتعالى بصورة مبالغ فيها يعني. أيوة. فهي دي الخلية الجذعية والحاجة اللي بنسمعها الستيم سيل. أما بعد ذلك فيها كمية من الأنواع حسب بعد ما تتكون وتبدأ تكون الأعضاء. ذاك هي نفسها بتتقسم لأكثر من جسم، والناس بيستفيد منها بحسب موقعها من الجسم أو المكان اللي بتكون موجودة فيه أو بتعمل وظيفتها فيه. نعم دكتور حاتم، فهي الخلايا الأم، الخلايا خلينا نقول المبدئية نفس ما ذكرت. خلنا نرجع شوي نتكلم عن مركز دبي لدم الحبل السري وكيف يتم جمع وتخزين هذه الخلايا الأم أو الخلايا الجذعية. طيب، مركز دبي لدم الحبل السري هو من كلمة الحبل السري، هو بيعنى بتجميع الخلايا الجذعية أو دم الحبل السري، ومن ثم استخلاص دم الخلايا الجذعية من دم الحبل السري، لأنه وجد أنه أكبر كمية من الخلايا الجذعية موجودة في دم الحبل السري. فأنشأ المركز في العام 2006 بمكربة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وهو طبعا من المراكز اللي بتعنى بجمع دم الحبل السري لعلاج كثير من الأمراض. معظم الأمراض أو أهم الأمراض اللي يتم علاجها بالخلايا الجذعية المنشأة دم الحبل السري هي الأمراض اللي بتعنى أو الأمراض اللي بتكون دموية، زي الأمراض الليوكيميا وسرطانات الدم المختلفة، أمراض الأنيميا، بعض أنواع الأنيميا زي الفانكوني أنيميا والأشابية. فدي من الأمراض اللي أثبت علاجها أو العلاج الأمثل لها، ما حنقول الوحيد لكن الأمثل، هو نقل نخاع العظم أو نقل الخلية الجذعية. فالمركز تم إنشاؤه لهذا الغرض، وبتم تجميع دم الحبل السري من الأمهات اللي هي بعد عملية الولادة، بعد ما الطبيب يطمئن أو الميدوايف أو الاتندنس فيزيشن يطمئن إنه الأم بصحة جيدة والمولود بصحة جيدة، بيتم تجميع دم الحبل السري بطريقة سهلة جدا، اللي هي بتكون في عدة بتاع التجميع، من ضمنها في كيس زي الكيس اللي يستعمل في التبرع بالدم العادي. أي واحد يكون شاف التبرع بالدم، هي مسألة بتاعة إبرة بتوضع في الحبل السري، ما حتسبب ألم لا للمريض لا للطفل ولا للأم، لأنه في الوقت ذاك الطفل بيكون فصل من الأم وتم الاطمئنان عليه. فالمسألة بتاخد دقيقتين أو ثلاثة، بتكون لسه المشيمة داخل بطن الأم عشان نستفيد من الكونتراكشن والضغط بتاع الأم عشان خروج المشيمة، وده بيدينا الضغط زيادة للدم. ببساطة بتوضع الإبرة وبيوضع الكيس حسب مستوى الجاذبية، بيوضع
تحت في المكان الأسفل جنب السرير مثلا في سرير الولادة، وانتم بإنساب الدم بصورة طبيعية جدا حتى يملى الكيس ويتم فصل الإبرة وإغلاق الكيس بصمام معين. فالمسألة سهلة جدا، ما فيها أي ألم للأم، ما فيها أي خطر للمولود، ومن ثم بيجمع هذا الدم ويرسل بطريقة معينة، يعني لازم تحفظ درجة حرارته بصورة معينة لا يوصل عندنا في المختبر. في المختبرات هنا بيتم استقباله زي أي عينة، ولازم يتأكدوا من صلاحيته بطرق معينة، من ضمنها عد الخلايا، من ضمنها يشوفوا نوع الخلايا الموجودة عشان نتأكد إنه الخلايا الجذعية دي خلايا سليمة، ما فيها مشاكل، ما في أي أمراض في دم الحبل الثري، ما تعرض لأي حرارة في الترانسبورتيشن مثلا نقله من المستشفى الفلاني إلى دي سي آر بي أو مركز دويل لدم الحبل الثري، بيتم نقله بطرق معينة. حتى عدة التجميع اللي هي بتعطى للأمهات موجودة في بوكس معين مصنوع بطريقة إنها تتم الحفاظ على هذه العينة، لأنها تعتبر عينة غالية جدا، لأنه أنا بسميها كنز الحياة، لأنه أنت الدم ده المقصود منه لإنقاذ حياة إنسان تاني، فبيتم العناية بها بصورة خاصة جدا لحد ما توصل عندنا وتعمل لها بعض الإجراءات حتى يتم استخلاص الخلية الجذعية من الدم الحبل السري. شكرا على التفصيل دكتور حاتم، لأن ممكن الناس أو حتى الأم المقبلة أن يكون عندها بيبي جديد أو مولود جديد في الآونة تفكر كيف هالطريقة بتكون، هل هي سهلة آمنة، هل هي أصلا المرأة في حملها أو لما يقرب موعد الولادة يكون عندها تساؤلات كثيرة، وخاصة لما يكون على هذا الموضوع بعد بتقول هل في يعني استرس أو تفكير آخر إنه كيف بيكون مثلا تجميع هذا السائل، كيف بينقل هذا السائل نفسه أو الخلايا الجذعية بطريقة آمنة وسهلة. نرجع إلى الخدمات اللي موجودة في المركز نفسه، وشو الوحدات أو آلية التخزين. الحين خلنا نفترض أن وصلتكم هذه العينة، كيف آلية التخزين الخلايا الجذعية، وكم يمكن تخزينها في المركز، يعني نسبة طيب. نعم، هي العينة بعد ما يتم تجميعها في مستشفى الولادة، وبالمناسبة طبعا هي الأم أول ما تنوي إنها تخزن بتجي تزورنا في المركز أو تدخل على الويب سايت بتاعنا بتلقى كل المعلومات. عندنا فريق متخصص هو بيسموه استقطاب المتبرعين أو استقطاب الكلاينت عموما. الفريق ده متخصص إنه يشرح للأم من A to Z كيف بيتم التجميع، يعني لو عندها أي أسئلة نحن أبوابنا مفتوحة في أي وقت، بيان نايت تو أنسر أي، نجاوب على أي سؤال بخصوص هذا الموضوع. فبنطمن الأمهات إن عملية سهلة جدا، عملية very safe، بتراعى فيها كل أنواع الكواليتي وكل أنواع المعايير العالمية للحصول على نتيجة مرضية للأم وتكون مرضية للعمل الفحص نفسه. أول ما توصل العينة عندنا في مركز دبي لدم الحبل السري بيتم التعرف عليها بسيستم هو انترناشونال سيستم بيسمى الاي اس بي دي، اللي هو بيكون فيه رقم معين بيعطى لهذه العينة، والعينة بتحمل رقم قبل ما تدخل المختبر، بيتم التعرف عليها ويتم مراجعة كل الأوراق اللي هي معبية سلفا من المستشفى اللي هي بعثت العينة وتوقعت من الدكاترة عندهم ومن النيرس ومن الميدوايف انها هذه العينه تتبع لفلان الفلانيه الاسم كده وكل الديموغرافيك بتاعتها دي بتكون موجوده. بعد ذاك احنا بنستلمها عندنا، نتاكد عندنا انذر تشيك بنتاكد ان العينه سليمه. بعد ذاك بيتم وزن العينه، لانه بالنسبه لنا كميه الخلايا الجذعيه هي بتتحكم لواحده من الاشياء المهمه جدا، يعني هي ما نتيجه لمرض، لكن في بعض الناس بيكون كميه الدم كانت جمعت بصوره بسيطه لانه مثلا الحبل السري كان سن، يعني ما حجمه ما كبير، بالتالي ما قدروا يجمعوا او اتاخر او كانت كومبليكيشن او اي سبب من الاسباب قد تؤدي الى نقص الخلايا الجذعيه. وبالتالي احنا ما بنفضل نخزنها، لانه العدد نحن بنخزن لمده 30 سنه بالمناسبه، اذا انت سالت عن المده لكم سنه نحن بنخزن لمده 30 سنه في درجه حراره ناقص 196 في نيتروجين ساين، ودي الستاندرد لحفظ الخلايا الجذعيه. فبعد ما نتاكد من الوزن عندنا وزن معين، إذا باص الوزن أو نجح الوزن بعدها بنمشي للخطوة الثانية اللي هي بنعد الخلايا نفسها، هي الخلايا بالعدد المطلوب، لأنه زي ما أنت عارفة المرور الزمن بيؤدي إلى نقصان الخلايا لأنه دي حاجة طبيعية بتحصل. ف
فعشان كده الكواليتي ستاندرز في العالم والجهات العالمية حددت عدد معين من السامبلز اللي حسبوا كل سنة مثلا بنخسر هذا العدد من السامبلز، فلازم يكون عندنا عدد معين من الخلايا الجذعية، بنعد الخلية الجذعية كم خلية عندنا، بنتأكد من الأجهزة المطورة جدا، بنتأكد من الحيوية بتاعتها إنها كلها خلايا حية، خلايا فت، خلايا صحيحة. بعد ذلك بعد ما تمر من هذه الكرايتيريا كلها ونحن ونأكسب بنسميها عينة مقبولة، وبيتم إرسال رسالة للأم دي بتكون في غالبا في اليوم الثاني أو الثالث إذا حصل أي رفض للعينة، والرفض مش معناه أنه الأم مريضة ولا معناه ولا سمح الله في أي حاجة، الرفض معناه أنه العينة ما طابقت المعايير العالمية للتخزين، وده طبعا لصالح المريض طبعا أنه لازم نخبره بالضبط الحاصل شنو. إذا العينة أوكي بتنتظر حوالي أسبوعين، في الأسبوعين دي بتعمل لها كل الفحوصات اللازمة، فحوصات فيروسية، فحوصات بكتيرية، بيحصل لها زراعة لحد ما تجينا التقارير من المختبرات الDHA، والحمد لله مختبرات الDHA متطورة جدا بتعمل كل الفحوصات دي، بيرجع لنا النتيجة إنه والله يا أخي العينة دي أوكي ما في أي مشاكل، بترسل رسالة للأم إنه العينة تم قبولها، وبيتم تخزينها في الليكويد نيتروجين لمدة 30 سنة أو لحد ما المريض يحتاج لها. فالمريض لما يحتاج بيكون غالبا عنده واحد من الأولاد عنده مرض أو لا سمح الله ولا حاجة، فالترانسبلانت سنتر أو مركز الزراعة بتواصل معانا، بيعطينا الرقم بتاع العينة، بيقول لنا عندكم عينة جل فلان الفلاني في اليوم الفلاني خزن عندكم عينة، ونحن محتاجين لهذه العينة لعلاج أخوه مثلا أو لعلاج المريض المعين. فبيتم بعد ذاك المركز بيتم إرسال العينة أيضا بنرسلها في ليكويد نيتروجين في شبر، الشبرز دي ديورز، هي شبرز كونتينرز معينة أو حاويات صغيرة بتتحط فيها العينة وبترسل غالبا لأمريكا، وين ما تكون بتتعامل الزراعة. وأيضا عندنا أجهزة بتكون متابعة العينة مما تتحرك من عندنا مثلا لحد ما يستلم السنتر، يستلمها في حالة جيدة، يتصل فينا يقول لنا والله العينة وصلت تمام ما في أي مشاكل، وحنبدأ العلاج، نبدأ العلاج وبعدين بيبعثوا لنا الريبورت. والحمد لله مما إنشاء السنتر لحد الحين ممكن عالجنا 23 مريض، تم إرسال عيناتهم للخارج، يبقى عملت لهم عمليات ناجحة والحمد لله، فما عندنا مشاكل من هذه الناحية يعني. شكرا دكتور على التوضيح وعلى التوضيح الشافي لكيف يتم آلية التخزين. بما نحن تحدثنا أن بعد ما تكون العينة يعني صار لها أو خضعت إلى كل المعايير العالمية وتم تخزينها، لا سمح الله المريض قد يحتاج نفس ما أنت تفضلت دكتور أنه ممكن يحتاج العينة هذه في علاج أمراض معينة، شو هي الأمراض هذه اللي ممكن تعالجها الخلايا الجذعية؟ والله لحين الأمراض طبعا في حوالي أكثر من 80 مرض تم إثبات أنه علاجهم بالخلايا الجذعية بمختلف أنواعها، مش الخلايا الجذعية هي المنشأ الدم، في خلايا جذعية بتتاخد من الطبقة الشحمية في الإنسان نفسه، ودي تكون عمليات ذاتية. لكن من أهم الأمراض اللي هي بيتم علاجها وعلاجها ناجح جدا اللي هي أمراض سرطان الدم وأمراض الثلاسيميا، وفي بعض الأنواع من الأنيميا بيتم علاجها بنقل الخلايا الجذعية، ودي بتتعمل بعد ما تحصل مطابقة للأنسجة. فأنت هي عملية نقل الخلايا الجذعية هي نفسها عملية نقل أعضاء، لكن إحنا بنسميها soft organ أو عضو رخو اللي هي الخلية الجذعية نفسها، لأن الترانسبلانت عموما بتنقسم لقسمين solid أو soft. solid زي اللي هي الكبد، الكلى، القلب، دي بسموها solid لأنها organ أو عضو كبيرة خلنا نقول أيوة. نعم أيوة. أما الخلية الجذعية برضو بتحتاج لتطابق كامل، والتطابق الكامل ما بيحصل دائما إلا ما بين الأخوان، دي أكبر احتمالية دائما، لأنه الأخوان بيكونوا أشقاء طبعا، المادة الوراثية بتكون من الأم والأب، ففي احتمالية دائما إنهم يكونوا متطابقين. فمعظم الناس اللي بيجي يخزن عندنا يكون مخزن واحد من الأسباب إنه عنده واحد من أولاده عنده لا سمح الله عنده ليوكيميا مثلا سرطان دم أو عنده ثلاسيميا، فبيحصل إنه بيحصل بريجننسي ثاني أو حمل مرة ثانية، والحمل الجديد بيتم تخزين العينة بتاعة الحمل اللي هي عينة الدم الحبل السري، الغرض منها علاج الأخ الأكبر طبعا،
اوكي. فبعد ما تحصل يتم التخزين بنعمل نحن فحص مطابقه الانسجه، والحمد لله دي اتش وفرت لنا جهاز اسمه النكست جينيريشن سيكونسر او التطابق الانسجه فائق الدقه، ده موجود عندنا والحمد لله. فبنقدر نعمل التطابق ده، لانه في السابق كان بيبعث المريض للخارج وبتاخذ المساله وقت وقد قد يكون ما مطابق، فنحن بنعمل التطابق الان عندنا هنا، بنخلص كل البروسيجرز وبنختار المتبرع المناسب، ومن ثم بيتم العلاج عن طريق شحن العينه للمكان اللي حيتعمل فيه الترانسبلانت، سواء كان في بريطانيا او في امريكا او في كوريا، في المكان اللي بيكون موجود فيه الترانسبلانت سنتر. فكل الفحوصات بتتعمل عندنا الحين صارت في المركز الحمد لله. والمركز بالمناسبه في شهر 10 الفات اخذ الاعتماد الجمعيه الامريكيه لبنوك الدم، ودي من اقل الاعتمادات اللي بتاخذها المراكز اللي بتعنى بتجميع دم الحبل السري، فصار حتى انترناشونال احنا وي ار ريكوجنايز، فما عندنا اي كونسيرن اباوت ذس يعني. شكرا دكتور حاتم. دكتور، بما اننا احنا تحدثنا عن الحبل السري وعن المركز وعن التقنيات اللي موجوده في المركز، ممكن تحدثنا اكثر عن الخدمات او اذا في اجهزه وتقنيات متوفره اخرى اللي يقدمها المركز في هيئه الصحه في دبي؟ طبعا المركز هو بيقدم الخدمات لمرضى نقل الكلى اللي هي زي مريض الكلى، نفس المسألة هي وجود متبرع لازم من عمل استقصاءات مناعية لمطابقة الأنسجة، عشان المريض والمتبرع لازم يكونوا على نفس الدرجة من التطابق، لأن الجهاز المناعي بيرفض أي جسم غريب، فبالتالي في كودز معينة أو في رموز معينة لازم يتم التعرف عليها أو تتم مطابقتها ما بين المتبرع والمريض. فالمركز بيقوم بالخدمة دي، وكمان المركز بيقوم بخدمات ما بعد نقل الكلى أو ما بعد نقل نخاع العظم، اللي فيها أجسام مضادة بتبدأ تحصل في جسم المريض وقد تؤدي إلى فشل العملية، فلازم الطبيب يكون متابعها باستمرار. المركز أيضا عنده الإمكانية إنه يعمل هذه الفحوصات، والفحوصات في زمان طبعا ما كانت بتتعامل، فالحمد لله الحين كلها بتتعامل، يعني كل ما يخص عمليات زرع الأعضاء المركز قادر إنه يعملها، وبيستقبل كل المرضى في اي وقت، يعني في هذه الاشياء يعني بنسميها نحن مطابقه الانسجه الدقيقه ومطابقه الانسجه فائقه الدقه، فالتو تكنيك موجودات والحمد لله، بالاضافه الى استقبال تجميع دم الحبل السري والاويرنس بروجرام بتاعتنا، فدي الخدمات اللي بيقدمها المركز از جنرال. جميل جدا. دكتور حاتم لو تخبرنا أو تعطينا كلمة أخيرة في هذه الفقرة. طيب، كلمة أخيرة، أولا نتمنى للجميع السلامة واتباع الاحترازات لنضمن إنه المجتمع يكون سليم باستمرار، ونتمنى إنه الناس يعني يعوا عملية العلاج بالخلايا الجذعية، لأنه أنا في اعتقادي إنه العلاج بالخلايا الجذعية في المستقبل القريب حيكون له دور كبير جدا، فنتمنى إنه أي أسرة بتفكر في خلايا جذعية لها أو لطفلها يعني يتواصل معنا في المركز ويأخذوا فكرة عن الموضوع كنوع من رفع توعية المجتمع بقيمة الخلايا الجذعية بالعلاجات الحديثة اللي هي ممكن تكون في المستقبل القريب هي لب كل العلاجات إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. دكتور حاتم العباس، مدير مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث بالإنابة، نشكرك جزيل الشكر على مداخلتك اليوم. شكرا جزيلا، جزاكم الله شكرا. في نهاية حلقتنا اليوم وفي نهاية هذه الحلقة المشوقة، تكلمنا في عدد معين من المواضيع اللي تهم الجميع، منها بداية بمسكنات الآلام وكيف لها علاقة بطنين الأذن، ومن بعدها خذينا الفقرة التغذوية وهذه اللي نحن دائما ننصح فيه، أهمية الغذاء وأهمية النوم وأهمية اللايف ستايل أو كيف نحن نتعامل بشكل عام في تقوية مناعتنا.
في نهاية حلقتنا اليوم ونهاية هاي الحلقة اللي كانت جميلة جدا وشيقة، حاب أشكركم معاكم، حاب أول شيء أشكر الطاقم كامل من الإعداد في هيئة الصحة في دبي، أختنا الأخت ميرا الغفضي من التنسيق، مخرجنا المبدع وائل القواسمة، وكانت محدثتكم دكتورة سارة الدلال، وإن شاء الله بإذن الله بتكون لنا حلقة أخرى باكر الصبح بإذن الله، نراكم أو نسمع تسمعونا بس وتكونون بأحسن صحة وسعادة. صحة وسعادة.